والمعنى أنه يشتمل قلبه على النفاق والعياذ بالله، يصبح عبدا للدنيا، تائس عبد الدينار، تائس عبد الدرهم، تائس عبد القطيفة، تائس عبد الخميلة، تائس وانتكس، وإذا شيك فانتقش، فيصير جلدا في أمر دنياه، فاطرا لأمر معاشه، وغافلا عن إيمانه وعن أمر آخرته والعياذ بالله. وهذا مثل ما يصير عليه بعض هؤلاء الذين يدرسون في الخارج ويتربون في أحضان الكفرة ويأتون منافقين والعياذ بالله، محبين للكفر والفجور، مبغضين للإيمان، مجاملين لأهل الإيمان، يصير مثل ما تقول العوام حمار كدة، نشيط في عمله الدنيوي لكن في أمر الآخرة ما له همة ولا عنده رغبة ولا يبالي بما ارتكب وما وقع فيه. هؤلاء اللي يسمون العلمانيون، كثير منهم على هذه الشاكلة، يقال للرجل الشخص منهم ما أضغفه ما أعقله ما أجلده، وليس في قلبه من الإيمان مثقال حبة خردل، صار عبدا لدنياه وعبدا لهواه، ولا همة له في الإيمان ونصرة الدين وعزة الدين وظهور المسلمين، ما يبالي في هذا، بل يحس نفسه سجينا في مجتمع المسلمين، ويود لو تمكن حتى ينشر ما رأى وألف من الضلالة والفجور في تلك البلدان التي تلقى الدراسة فيها. أتمنى أن توجد هذه مجتمع المسلمين والعياذ بالله، هذا خطير جدا، هذا دليل شؤم الذنوب إذا تراكمت على القلوب وأنها تعميها وتقسيها وتصرفها عن الخير وتميلها للشر.